السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اعزائي الكرام، واللي يعني انتهى الشوط الاول منذ قليل، منذ يعني حوالي 5 ثواني من الان. وطبعا ما قدرتش نصبر صراحة، ما قدرتش نصبر لهذه المهزلة التحكيمية والذي قادها قاسما ضد المنتخب الوطني الجزائري. عندي كلام بزاف اعزائي الكرام باغي نطرحه في هذا الفيديو ونشاركه معكم، وكذلك سنرى يعني كيف كانت احصائيات المنتخب الوطني الجزائري وما هي المشكلة التي واجهها المنتخب الوطني الجزائري في الشوط الاول يعني باه يحسم المباراة. كل التفاصيل راح تعرفوا عليها فاذا كنتم تشاهدون للمرة الاولى. رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. طبعا التشكيلات الخاصة بالمنتخب الوطني الجزائري جاءت كالاتي التي اختارها الكوتش جمال بن ماضي. طبعا يعني الرسم الهندسي كان 4-3-4-2-1 كما تشاهدون. فيها في حراسة المرمى رئيس وهاب بلحي، عدن عبد القادر بدران عيسى ماندي يوسف عطال بن ناصر زروقي وكذلك حسين بن عيادة، رياض محرز يوسف بليلي واسلام سليماني. كانت متوقعة بشكل كبير جدا. بالماضي غير لاعب واحد فقط، يعني عدة تغيير واحد فقط مقارنة بالتشكيلة الماضية التي كان فيها رامي بن سبعيني، وطبعا يوسف عطال لعب في الرواق الايسر كما توقعنا بالضبط. بالنسبة للمنتخب الكاميروني كان عندهم اندري اونانا، عندهم زي كرام يعني اويونغو، كذلك عندهم انجادو وايضا جين شارلز وكذلك كولينز فاي هونغلا، ايضا عندنا سامويل اوم، كذلك اوندوا وكذلك توكو كارل ايكامبي، ماكسيم تشوبو موتينغ، وكذلك عندهم توامبا في الخط الهجومي. منتخب الكاميروني اعزائي الكرام يعني تفوق على المنتخب الوطني الجزائري في الشوط الاول وسجل هدف لصالح المنتخب الكاميروني في الشوط الاول. كان هدف مفاجئ لانه صراحه المنتخب الوطني الجزائري اليوم في الشوط الاول، في بدايه الشوط الاول قلت هذا هو المنتخب الجزائري اللي نعرفه، المنتخب الجزائري اللي يدخل بحراره كبيره، جرينتا كبيره، يعني قبل المباراه كنا نشوفوها بطبيعه الحال، كذلك اللاعبين في فقره الميدان كانوا متمركزين بالشكل الصح، وكذلك يعني كنا مسيطرين على المنتخب الكاميروني. يعني حوالي ربع ساعة الأولى المنتخب الكاميروني كان ميت، المنتخب الكاميروني سيطرنا عليه، يعني دخلنا في كاج وبلعنا عليه، ما كانوش قادرين يخرجوا بالكرة نتاعهم يعني لخط الوسط، خط الوسط وما قدروش يوصلوا له، يوصلوا خط الوسط الجزائر تقطع الكرة ويعني تكون هجمة معاكسة لصالح المنتخب الجزائري ضد المنتخب الكاميروني. فالبداية كانت لصالح المنتخب الجزائري، لا من ناحية السيطرة، لا من ناحية التسديد نحو المرمى، لا من ناحية يعني الفرص. وصراحة أعزائي الكرام مشكل المنتخب الوطني الجزائري الذي كنا نعاني منه في كأس أمم إفريقيا الماضية بالكاميرون رانا نعانيه في هذه المباراة، يعني وذلك بشكل رسمي، هو تعدد الفرص وغياب اللمسة النهائية. اللمسة النهائية غابت بشكل كارثي في الشوط الأول. لو كان يعني كان عندنا لاعب تلك الفرص يعني يترجمها لأهداف، لو كان رانا مسجلين 4 عزيزي الكريم، لو كان رانا متفوقين على منتخب الكاميرون برباعية نظيفة. فرص كانت في المتناول لصالح المنتخب الجزائري، إسلام سليماني ضيع كذا من فرصة أمام المرمى، وكذلك يوسف بليلي كان فارغ أمام المرمى ضيعها بطريقة غريبة جدا. بهذه الطريقة ما راحش نتأهلوا للمونديال يا جماعة. طبعا مازال بقي أمل، مازال بقي أمل بأن نفوق على منتخب الكاميرون، ولكن مش بهذه الطريقة، مش بهذه الطريقة أعزائي الكرام. المنتخب المصري ودع البطولة، منتخب نيجيريا ودع البطولة، يعني ما راحش يتأهلوا، ما تأهلوش رسميا أعزائي الكرام. تأهلت غانا وكذلك منتخب السنغال لحد الآن، فنريد نحن أعزائي الكرام أن نتأهل، ولكن مش بهذه الطريقة. اللمسة النهائية غائبة جدا، هذه هو المشكل الذي كان يعاني منه المنتخب الوطني الجزائري في الشوط الأول، وكذلك التحكيم راح نتكلموا عليه، راح ما نسيتش التحكيم عزيزي الكريم باغي نخليه للتالي، وكذلك عزيزي الكرام التسرع، لاعبين المنتخب الجزائري كانوا متسرعين بشكل مبالغ فيه في هذا الشوط الأول. هي كاين الفرص، الفرص كانت بالجملة، يعني من أي الجهات كانت تصل الفرص، يعني من الجناح الأيمن، الأيسر، من الأمام، من كل الجوانب كانت هنالك فرص كثيرة. ولكن أعزائي الكرام اللمسة النهائية والأخيرة كانت غائبة وذلك بشكل رسمي. أما بالنسبة للإحصائيات، المنتخب الجزائري كان أفضل من المنتخب الكاميروني بأشواط أعزائي الكريم. شوف هنا أعزائي الكرام كما تشاهدون الاستحواذ كان لصالح المنتخب الجزائري، التسديد يعني كان لصالح المنتخب الجزائري، عندنا التسديدات خارج المرمى للأسف يعني كانت عندنا 5 خارج المرمى، بينما منتخب الكاميرون ما كانت عنده ولا تسديدة يعني داخل المرمى أو خارج المرمى، كانت عنده فقط تسديدتين على المرمى. وكذلك الركنيات احنا عندنا 6
ست ضربات ثابتة المنتخب الجزائري لم يستطع كما نقول زي كرام التسجيل من خلالها، والإحصائيات الأخرى يعني معظمها لصالح المنتخب الوطني الجزائري ضد المنتخب الكاميروني. يعني المنتخب الكاميروني بصفة عامة كليناه في هذه المباراة، ولكن عدو المنتخب الجزائري كان حاضر وبقوة، هو التحكيم. قسمة زي كرام حذرنا منه منذ حوالي شهر، من نهار اللي عرفنا باللي قسمة وجوشوا بوندو راح يكونوا حكمين للمنتخب الجزائري قلنا لكم باللي راح نعاني والمباراة لن تكون سهلة. أنا كنت متوقعها عزيز الكريم، كنت متوقعها 100%. يعني من نهار اللي الفيفا قالت لنا باللي أنه جوشوا بوندو وكذلك قسمة راح يكون حكم للمباراة، أنا قلت لكم ما راش متفائل هذه المباراة، وانتم ما كذبتونا وقلتوا لنا باللي راكم متشائمين. كيفاش متشائم هذا العدو الأول للمنتخب الجزائري؟ يعني باغي تفرح، باغي يعني تكذب روحك ولا تخدع روحك؟ رانا عارفين باللي قسامة راح يكون ضد المنتخب الجزائري. نورمال مو في هذه المباراة عزيزي الكريم، يعني كان عندنا ثلاث ضربات جزاء شرعية للمنتخب الجزائري، ولكن قسامة والفار كيف مبلعين على عينيهم حشين ودنيهم، وكل واحد كيفاش كان يلعب فوق أرضية الميدان. التحكيم شفتوا عزيز الكريم كان كارثة ضد المنتخب الجزائري. حتى الهدف الأول لتشوبو موتين كان هنالك دفع من عيسى ماندي باه يسقط نجمنا المنتخب الجزائري ألا وهو رئيس وهاب بلحي حارس المنتخب الجزائري. كيرجع للفار قال لك باللي نورمال، ما كان ولا شيء، ما داروش كاميرا الفار، بالماضي كان يطالب في الفار في تلك اللقطة. يعني إيفيتانا ديركت قسمة هو عدو المنتخب الجزائري. يعني ما تقول لي لا كان لاعب شرعي، ما كانش لاعب شرعي في تلك اللقطة. جوشوا بوندو ما عطاناش بطاقة حمراء، ولكن يعني أعطانا بطاقة صفراء، يعني كان فيها طرد اللي نجم الدول الجزائري رام ب70، وهذا الغياب نوعا ما يأثر علينا بشكل كبير جدا، لأنه يوسف عطال هذه بزاف يعني منذ نادي بارادو كان يلعب في ذلك المنصب في الظهير الأيسر، فلهذا كانوا محاصرين بشكل كبير جدا. ومنتخب الكاميرون اليوم في هذه المباراة نجح خاصة في الشوط الأول من محاصرة أخطر لاعب في المنتخب الجزائري حاليا ألا وهو كما نقول يوسف بلايلي، حاصروه. وطبعا يوسف بلايلي عزيزي الكرام أنا نحسن له العون في هذه المباراة، يعني من كل الجهات كانوا يعني يحاصروا هذا اللاعب. كانت لقطة نتمنى نلقاها عزيزي الكريم من بعد لها سكرين شوت نشاركها معكم، كانت لقطة فيها ثلاث لاعبي منتخب الكاميرون، نورمال مو غير هذه تصفر عليها تعطي بطاقة صفراء للاعب المنتخب الكاميروني، لا الحكم ضد المنتخب الجزائري مليار بالمئة. ثلاث لاعبين كانوا محاصرين نجمنا الجزائري يوسف بلايلي، سقط بلايلي والحكم نورمال قال لك اكمل اللعب. كيفاش اللاعب يعني ثلاث لاعبين تعاونوا عليه وسقط فوق أرضية الميدان وانت باغي لي نكمل اللعب؟ اللاعب سقط ثلاث مرات يعني في منطقة جزاء الخصم، يوسف بلايلي سقط مرتين، وطبعا كانت هنالك لمسة يد واضحة يعني بالكاميرا بالعين المجردة تشوفها بلا ما ترجع للفار كما تشاهدون عزيزي الكرام في هذه اللقطة الظاهرة أمامكم. يعني لمسة يد واضحة، على الأقل في هذه المباراة كان عندنا ثلاث ضربات جزاء، واحدة بلمسة يد وزوج يعني كان رايح يجيبهم يوسف بلايلي لأنه تم تعرض لتدخل ضده في منطقة جزاء الخصم، ولكن قسمة يبقى قسمة، افريقيا تبقى افريقيا بلاعبيها. وحتى مباراه يعني مباراه السنغال امام منتخب مصر انا وعزيز الكرام ولا غير شفوني اللاعبين منتخب مصر اليوم يعني عموهم باللايزر، فانت كيفاش بغيت تلعب ضربات الترجيح باللايزر؟ ربي يجيب الخير، مازال باقيه فرصه باه نتاهلوا، ولكن صعبه بزاف عزيز الكريم، لانه المنتخب الكاميروني في هذه المباراه يعني بعد تسجيله الهدف الاول تحرر واصبح يصل الى منطقه جزائنا. ربع ساعة الأولى المنتخب الكاميروني كان مقيد، ربطناه فوق أرضية الميدان تحت جماهيرنا وكذلك في أراضينا. يعني أنا قلت راح تكون هذه المباراة خماسية مقابلة ولا شيء للمنتخب الكاميروني، وقلت راح نفرتهم 5 أهداف، ولكن شفنا قسمة ضد المنتخب الجزائري، وحتى المنتخب الجزائري بصفة عامة ما كانش في المستوى صراحة، إلا أنه كان عنده يعني العديد من الفرص، ولكن كان هنالك تسرع بشكل كبير جدا، وكذلك في نفس السياق كان عندنا يعني غياب اللمسة النهائية، فانت كي تضيع هذه حاجه باينه راح تستقبل اهداف، وهذا ما حدث بالضبط للمنتخب الوطني الجزائري في الشوط الاول. نتمنى من بالماضي يعني يشرح اكثر للاعبين على المشاكل التي واجهها فوق ارضيه الميدان. التحكيم لازم تفاداوه لانه لو كان تحتاج تاخذ بطاقه صفراء، مارغرين تا سقط في منطقه جزاء الخصم وطالب بضربه جزاء انت تاخذ بطاقه صفراء، هذا هو التحكيم في افريقيا، شفناها مع جوشوا بوندو، وصراحه جوشوا بوندو والله لا كان افضل من هاد قسامه. ثلاث ضربات جزاء لو كان سجلنا 3 أهداف ويعني زدنا هدفين اخرين يعني من تلك الفرص التي ضيعها كل من اسلام سليماني وكذلك نجمنا الجزائري يوسف بلايلي، ربي يجيب الخير. ماذا بينا المونديال تاهلوا له، ولكن صعيبه بزاف.
طبعا كان هذا فيديو بين الشوطين، في انتظار الشوط الثاني أعزائي الكرام ينتهي، وسنوفيكم بباقي التقارير. سلام.